السلام عليكم متابعي صفحتنا الأعزاء. اليوم نشرح لكم على أحد الأجهزة اللي ممكن راح نشوفها بالردهات أو نشوفها بالعناية المركزة أو العناية الفائقة. جهاز اللي هو البوسيناك ماسك أو السيباب ماسك، تمام، أو البوسيناك سيباب سيستم، إذن هذا له الاسمين. طبعا البعض يلفظوه البوشيناك وكل بعض يلفظوه البوسيناك. المهم كلف الصحيح بالجوجل هو البوسيناك سيباب سيستم. نال البوسيناك هذا على اسم العالم اللي اكتشفه. الفكرة منه شنو؟ هذا راح استخدم منه فلوريت معين احصل مقابله بوزيتيف بريشر، كونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر، ما يحتاج جهاز سيباب منعزل او منفصل. الاجزاء الرئيسيه للبوسيناك اللي هو نبدي جزء جزء، الماسك والكلامب. عندنا هذا الماسك مثل ما جاي تشوفوه، تمام، وهذا الكلامب اللي هو يسموه المثبت اللي سأقول لكم شنو فائدته. هذا اول جزء. نجي على الجزء الاخر اللي هو الستراب. ستراب عندنا حزام، لان احنا السيباب يحتاج غلق محكم على المريض، ماكو اي تسريب، فنحتاج شيء يثبت اللي هو هذا يسموه الستراب الحزام. الحزام اذا تلاحظون بيذن الثقوب، هاي شنو وظيفتها؟ بانه احنا من نربطه على راس المريض نجي منه نثبت بهالطريقة. هاي الثقب نخليه هنا وين بهذا الكلامب المثبت بهاي الطريقة. طبعا هو يحتاج شوية لزمة بايدين، هاي هيج يثبت، تمام. احنا نثبت اربعة فهذا الجزء الثاني. نجي على الجزء الثالث اللي هو البوسيناك سيباب. اصلا هو الجهاز نفسه، الجهاز اللي هو هذا، انتبهوا عليه، هذه التفاصيل مالته. بيه جزئين، الجزء الاول اللي هو هذا، زين، اللي يربط بيه الجزء الاخير هنا اللي هو الكونكشن تيوب او نسميه اير اوتو ديليفري تيوب. هذا شو نسوي؟ هذا الوظيفة مالته راح نربطه بالاوكسيلاري اوتو، تمام، يعني يحتاج مصدر اكسجين ذو منفذ واحد، ولازم نفتح فلو 10 من 15 الى 30. اذا فتحنا هذا الرقم راح نحصل سيباب برجر من 3.5 الى 10 سنتيمتر ووتر. اذا احنا هنا ربطناه، يعني نفس المكان اللي نربط بيه النيزل كانولا، راح نفتح منه اوتو. تمام، طبعا من الاوتو راح يجي يدخل من هنا يطلع من هنا الهواء بالضبط من هنا هذا المكان، تسمعون، وكل ما يسد الاحكام على المريض كل ما زاد البوزيتيف بريشر. الجزء الثاني اللي هو هذا البورت يسموه المونوميتر بورت، وهسه اشوفكم شنو يعني المونوميتر. الجزء الاخر اللي هو المونوميتر اللي هو حيقيس لي السيباب او يقيس لي البوزيتيف بريشر. احنا بعد ما نربط، هسه نفرض جيت اني ربطت هنا الماسك، تمام، هذا الماسك جيت ربطت بيه البوسيناك سيباب بهالطريقة. طبعا احنا اذا ما نريد نقيس الضغط لازم نسد هذا الفالف، يعني هاي من هنا تنسد مثل ما جاي تشوفون هالجزء. اما اذا اريد اقيس الضغط بانه ايش قد صار عندي بوزيتيف بريشر، فاجيب المونوميتر بكونكشن تيوب، هذا مثل ما جاي تشوفوه، وانا جربته هنا بالمونوميتر بورت، يربط بهالطريقة يقوم يقرا لي هنا الضغط اللي اريده. اما هنا ليش ما طالع رقم؟ لان اصلا انا هنا مفاتيح اكسجين ولا رابط على المريض، بس هاي قدامكم. راح نسوي تجربة، احنا هنا ما عندنا مريض، بس انا بايدي راح اغلق الماسك كأنما اكو مريض ومسوي له غلق محكم. حنفتح فلو قلنا 15 لتر، تمام، حسد الماسك، انتبهوا لي، قام يقرا، شوفوا قد يقرا، تقريبا 2.5،
طبعا هنا هو يتأثر ويا النفس مال المريض، بس هنا ما عندي مريض، فهذا اللي قدرت أحصله، وهذا الرقم هو البوزيتيف بريشر. هسه نجي نسب الأكسجين. الفكرة منه شنو؟ هو كجهاز سيباب بأنه يحسن النفس مال المريض، هاي نقطة يفيدنا بالمرضى الأوبسيتي، ذول اللي يصير عندهم أوبستراكتيف سليب أبنية، بأنه من ينام لسانه يرجع، نقدر نستفاد منه حتى بالإفاقة أو أي ردها زين، بأنه هنا ندي يعطيني بوزيتيف بريشر حتى لا يرجع لسان المريض، يفيدنا ويفتح لنا المجرى التنفسي، يحسن النفس. فهالتفاصيل، وإن شاء الله الشرح ما واضح وما بي أي صعوبة. اللي عنده استفسار يقدر يخليه بالتعليقات. تحياتي لكم.